بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وقف بنا الحديث عند قوله تعالى: في المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكنا في الحلقة الماضية قد انتهى بنا الحديث مع قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ثم بين سبحانه وتعالى غرضهم من قيامهم للصلاة، أنهم يراؤون الناس ليظهروا لهم أنهم يصلون وأنهم معهم من أجل أن يثقوا بهم، لا رغبة منهم في الصلاة. وهذا الرياء هو رياء النفاق الأكبر والكفر. أما الرياء الذي يصدر من قد يصدر من المؤمن فإنه نفاق أصغر ورياء أصغر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم شرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي من أجل فيصلي ويطيل الصلاة من أجل نظر رجل إليه. والرياء على كل حال يبطل العمل ولو كان أصغر، فإنه يبطل العمل الذي خالطه. أما الرياء الأكبر فإنه يبطل جميع الأعمال كالكفر والشرك بالله، نعوذ بالله. يراؤون الناس الرياء الأكبر، والرياء لما يرى من الأعمال، والسمعة لما يسمع من الأقوال، وكلاهما منهي عنه، عن الرياء والسمعة. الصفة الخامسة: لا يذكرون الله إلا قليلا. من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا ذكرا قليلا، يريدون به الخداع ولا يريدون به التقرب إلى الله والتلذذ به، وإنما يتكلمون به على قلة من أجل المخادعة. ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما أهل الإيمان فإنهم يذكرون الله كثيرا، كما أمر الله جل وعلا بقوله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمؤمن يذكر الله ويكثر من ذكر الله، المنافق لا يذكر الله إلا قليلا، ومن أجل الخداع والنفاق، نسأل الله العافية. الصفة السادسة: مذبذبين، أنهم يكونون مذبذبين بينها، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليس لهم استقرار لا مع المسلمين ولا مع الكفار، لأنهم يريدون الطمع مع أي فريق، يريدون الطمع الدنيوي مع أي فريق، مؤمن أو كافر. مذبذبين بين ذلك، مترددين، لا هم مع المسلمين ولا هم مع الكفار، بل هم تارة يكونون مع المسلمين إذا كان لهم فتح من الله كما سبق، ويكونون مع الكفار إذا كان لهم نصيب كما سبق. فهم يدورون مع الطمع أينما كان، نسأل الله العافية. ولهذا قال: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي ليسوا مع المسلمين وليسوا مع الكفار، وإنما هم مترددون بين الفريقين، يطلبون الطمع الدنيوي والرغبة الدنيوية. أما المؤمن فإنه يثبت مع المؤمنين في السراء والضراء، المؤمن يثبت مع المؤمنين في السراء والضراء، والكافر يثبت مع الكفار، الكافر الأصلي يثبت مع الكفار السراء والضراء.
لكن المنافق ليس له قاعدة، ولذلك صار النفاق أشر أو شرا من الكفر الأصلي، لأن الكافر الأصلي يعرف أنه كافر ويتخذ معه ما يناسب، وأما المنافق فإنه يخدع ويظنه المؤمنون أنه أخوهم وأنه منهم وهو ضدهم. فالمنافق أخطر من الكافر الأصلي. ومذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم قال جل وعلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. السبب في أنهم يتصفون بهذه الصفات القبيحة أن الله أضلهم بسبب نفاقهم، أن الله أضلهم عن الحق وعن الإيمان وعن طلب الآخرة بسبب نفاقهم ودناءة مطامعهم. إن الله جل وعلا جزاهم بأن أضلهم فلا يقبلون الحق، ولذلك قل أن يتوب المنافق، قل أن يتوب المنافق لأنه قد فسد قلبه وتغيرت فطرته ويموت على نفاقه، نسأل الله العافية. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي طريقا صحيحا يسير عليه، وإنما يسير على طرق متشتتة، تارة مع طريق وأخرى مع طريق آخر، وهكذا مذبذب، نسأل الله العافية. أما المؤمن فإنه يسير على طريق واضح وصراط مستقيم حتى ينتهي به إلى جنات النعيم. وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا صفات المنافقين من أجل أن نحذرهم ومن أجل أن نحذر النفاق، ونسأل الله البراءة منه والسلامة منه. النفاق مرض خطير، والمنافقون مرض في جسم الأمة الإسلامية، فنسأل الله أن يقينا شرهم وما أكثرهم. وهم لا يوجدون إلا إذا قوي الإسلام، إذا قوي الإسلام وجد النفاق، وأما إذا ضعف المسلمون فإنهم ليسوا بحاجة إلى النفاق، يصرحون بكفرهم، يصرحون بعداوتهم، كل ما سنحت لهم فرصة. هذا شأن المنافقين. والمنافقون لا يأتون من عالم بعيد، المنافقون منا وفينا ومن أولادنا ومن جماعتنا، فيهم في النفاق يوجد من أبناء المسلمين، ويكونون ضد المسلمين كما هو مشاهد الآن، فإن كثيرا من أبناء المسلمين هم الذين صاروا في نحور المسلمين وانضموا إلى الكفار، نسأل الله العافية والسلامة. فليحذر المسلم من النفاق، فإنه داء خطير ومرض وبيل، وذلك بأن يتجنب أسباب النفاق التي ذكر الله، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن الإنسان إذا جلس معهم ولم ينكر وانبسط معهم يصاب بالنفاق، يصاب بهذا الداء الخطير. ألم تروا أن الناس إذا حصل مرض أو وباء يعملون حجرا للسلامة منه؟ فمرض الكفر والنفاق أشد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يولد مصح على ممرض، ويقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا من أجل
هذا من أجل الوقاية، فلماذا لا نقي أنفسنا وديننا وإيماننا من المنافقين ونكون منهم على بينة ولا ننخدع بهم؟ هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.